ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هيكون عن انا اشتريت شويه مجلات وحبيت ان انا افرجكم عليها واقول لكم هي بكام وكده. ويلا تعالوا دلوقتي بقى يا جماعه، زي ما انتم شايفين هو ده الكيس اهو. انا مفتحتش حاجه لحد دلوقتي، انا كنت مستنيه ان انا يعني اعمل لكم الفيديو. فدلوقتي بقى انا جبنا مجلة، استنى جبت مجلة علاء الدين، حطها شراب بتاع علاء الدين. كمان جبت قطر الندى، استنى عشان هي بس مقلوبة اهي هيلي هي ماشي. في بقى اخر مجلة، مجلة فارس. في طبعا مجلات كتير عند الراجل، بس انا يعني حبيت ده، بس حبيتش اشتري المجلات اكتر اهو. ماشي، شيل بقى كده. ماشي يلا بينا بقى نفتح. نفتح يا جماعة علاء الدين ولا نفتح فارس؟ انا حابه ابدا بعلاء الدين، لان علاء الدين يجيب حاجات اكتر يعني. ماشي، هو ده زي اعلان هم بيعملوا عن بسكوت. دي هي المجله بتاعتهم اهي، بس اللي انتوا شايفينها دي هي الهديه. فيلا بينا بقى نفتحها. يلا بسم الله. انا بس مش عايزه اقطع الغلاف. زي ما تشايفين هي دي بقى اللعبة، هنبقى نقراها في الاخر بقى. هي دي اللعبة اسمها قول كلمة، مكتوب هنا بالانجلش حتى. وفي بقى هنا في كتاب التسالي، انا بجيب علاء الدين دي كل شهر، وهي بتتباع كل شهر. ماشي، وهي من زمان جدا، حتى لو جيتوا نبص هنا هنلاقي العدد 1016. ماشي، فهو دي بقى كتاب تسالي، هو هنا بالانجليزي وكمان هنا في بالعربي، يعني هما قاسمين التسالي نصين. حتى لو جينا هنا هنلاقي ان بس الحل بالمقلوب، فبيقول لكم ان انتوا تشقلبوا بس، ويعني كده. اما بقى بعد كده الحل بالمقلوب، بنبدا بقى ان احنا نشوف كده. بعد كده وبقى مكتوب كل ده ماشي، طبعا زي ما انتوا شايفين. هو ده بقى كتاب التسجيل. في بقى كمان هو ده، ساعات بيجيبوا معاهم كتاب كده، كتاب صغير عن يعني كده قصة قصيرة كده. وفي ساعات كمان بيجيبوا كتاب التلوين. انا بقى جاب لي كتاب التلوين اهو، فبراير 2021. اوكي، والمجلة بقى جت نفسيها. ماشي، نشيل بقى الغلاف ده. شوف بقى علاء الدين، بصوا مكتوب هنا تعالوا نحب مع بعض. وده سنة ماشي اهو، السعر 8 جنيه، هما كانوا بيبيعوها ب5 جنيه، بس بقت السعر 8 جنيه اهو. هذا بقى شكلها. في بقى كمان اهو كده، هنا مكتوب بقى اللي هي محتويات، المحتويات اهو حتى مكتوب هنا. هنا بقى في حاجات كتيرة جدا، اما بقى هما زي الحاجات اللي بالانجلش، حاجات يعني بسيطة مش كتيرة جدا. ماشي، هنا بقى في القصة دي كده، في قصص كتيرة جدا بالعربي، اما بالانجليزي نشوف كده مش كتير جدا، يعني مش كتير قوي.
يعني مثلا هو دو دي اسمها يعني كده. هو دي بقى كلها بالانجليزي، وعلى فكرة دول كانوا بيجيبوها بالعربي، كان في بالعربي، هما كانوا في الاول بالعربي بس بعد كده بقى. دي زي نجم مشهور عندهم بالانجليزي، يعني عندهم في ده حياة عن فيروس كورونا تقريبا يعني، عشان او حياة عن الفيروسات، ان هو مكتوب هنا فيروسات كده وحاجات كده، فيروسات كتيرة. وهنا بقى شوية حاجات كده بس اكترهم معلومات بس، دي قصة. وبعد كده بقى في اخر حاجة هنا في رسالة الاصدقاء. وبعد كده بقى هنا مكتوب يلا بينا على اللي هي الحياة الانجليزي بس. خلاص هو دي علاء الدين، وبصراحة حبيت قوي الرسومات بتاعتهم، ان شاء الله هنلونها. ماشي، هو فيها تقريبا ادي رسمة اهي، وفي رسمة كمان من هنا تقدروا ان انتوا تلونوها. في بقى من جوه 14 رسمة، يعني ممكن 16 مال هنا وهنا. ماشي، كتاب التسالي طبعا جميل، ويعني هنحبه طبعا. بقى احنا دلوقتي لازم ان احنا نشوف بقى الهدية الاول. ماشي، اول حاجة هنا في البداية نقرا كده. هو طبعا في كل هدية لو ورق يعني ولعبة كده، معهاش اي حاجة غير ورق كده، بيبقى مكتوب كده مثلا حاجات 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 حاجات. فهنا بقى مكتوب بيقول يمشي اللاعب حسب رقم الظهر ويختار كلمة تبدأ بالحرف الذي وقف عليه. يتم الاتفاق قبل اللعب على نوع الكلمة، يعني اسم ولا ولد، اسم ولد قصدي، ولا اسم بنت، ولا حيوان، ولا بلد. ماشي، ويحتاج كل لاعب الى قطعة نقود مختلفة، يعني معدنية مختلفة، مثلا نص جنيه وربع جنيه او جنيه بس، ونص جنيه عادي يعني. كمان وبيقول ممكن ان هو يختار يعني زواير او زي كده، اي اشكال كده بس، عشان زي حاجات كده مختلفة علشان يعرفوا اللاعبين يعني. ماشي، فهي تقريبا بتحتاج كتير يعني، مش لازم اثنين يعني. وفي بقى بيحتاجي زهر، اي زهر قديم عندك تقدر ان انت تجيبيه. وفي بقى في حالة وقوف خانة ابطال كيدزانيا، اللي هم دول اللي هم مش دي، دي مش معاهم، اللي هم مثلا دي دي الحاجات دي بقى كلهم. يعني بتطلعي خانة لقدام، يعني مثلا الف ب، وجات مثلا طلع لك تلاتة فتبتقول ألف ب، وجات على ده فتطلع الت. ماشي، ف حلو يعني. وكمان بيقول إن لم ينطق اللاعب الاسم خلال 10 ثواني يرجع خانة الخلف ويكرر المحاولة. يعني مثلا لو احنا مثلا في اتفقنا على بلد فطلع الحا، ف طبعا في بعض الناس العيال يعني اللي هم مثلا عندهم 7 سنين ما بيعرفوش مثلا اللي هو البلاد كتير. برضو انا برضو لما كان عندي 7 سنين مكنتش عارفة البلاد كلها، كنت عارفة مثلا مصر، السعودية، الاردن، الحاجات دي بس، مش بقى المدن او البلاد او كده يعني. فمثلا جه عند الحاء فهي مش عارفة تعرف مثلا اسم بلد بحرف الحاء، فهترجع ورا، وطبعا تروح لها اللي هما كيدزانيا، فترجع برضه لورا، يعني مش بتطلع لقدام تاني، لا هترجع لورا. ماشي، فهيطلع لها الجيم، ف كده يعني، فهتقول بقى الجيم بس هيعد لحد 10 ثواني. ماشي، هي حلوة. ودلوقتي بقى شوف بقى فارس ولا قطر الندى. انا بصراحة بقول قطر الندى عشان الغلاف وكده يعني بياخد وقت. فدلوقتي بقى طبعا قطر الندى فيها زي حاجات كتير يعني، يعني اوراق كتير جدا. ماشي،
انا بجيبش قطر الندى كتير يعني، بس اكتر حاجة بجيبها هو علاء الدين. فبس انا عارفاه من سنة يعني، معرفتهوش ايه بقالي كتير ماشي. ف بس قطر الندى ده اول حاجة عارفها، وبعد كده عرفت علاء الدين فقلت علاء الدين احسن ماشي. فدلوقتي بقى هنا في قصة، وكمان اللي فيه كده في بعض المجلة يعني، في المجلة فيه زي كده، زي مثلا لما بتيجوا تصفحوا بتلاقوا ان هما مشبوكين كده في بعض، فدي مش حاجة حلوة يعني، فما بتعجبنيش كده يعني، بيعجبنيش الحاجة دي. فياريت يعني ان انتوا لو شركة قطر الندى يعني شفت الفيديو ده، يا ريت يعني ما تعملوش اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى معمولة في بعض ماشي. فدلوقتي بقى شوف بقى الفارس، وطبعا قطر الندى ما بيبقاش يعني ماشي. كنا بنقول افتكرت ان قطر الندى يعني ملهاش لا كتاب تسالي ولا اي حاجة ولا اي هدية معاها، لا هي بتبقى كده لوحديها كده. فهو بيقول مكتوب هنا عدد خاص، وكمان بقى هو هي مش غالية، هو الثمن 3 جنيه بقى، 3 جنيه بس. فدلوقتي بقى احنا ندخل على الفارس، هو طبعا فارس زي يعني غلاف زي جامد يعني، فهنفتحه دلوقتي ونرجع لكم ماشي. دلوقتي بقى المجلة دلوقتي بقى نحطلها من الغلاف، طبعا قطعته اه طبعا. مجلة فايز برضو بيجي معاها زي هدية كده، ف الهدية بقى اللي بتيجي معاها هما بيبقوا كاتبين 2 هدية داخل العدد، كنوز الفراعنة الذهبية مع فارس جيب يعني اللي هو اللي هو ده، بيبقى زي يعني بيبقى زي كده قصة صغيرة جدا ماشي. هو ده دايما بيطلعه، دايما كان برضو عندي كده زي اشتريتها قبل كده، وبرضو طلعه الراجل ده ايوه اسمه سرحان ماشي. فهو ده بقى ممكن يعني هو ممكن تحطوه في الشنطة كده ماشي. فهو بقى مكتوب هنا هدية داخل العدد، تعالوا كده نشوف الهدية ماشي. هو دلوقتي انا مش عارفة هي بتتلعب ازاي، بس نشوف. مكتوب هنا هدية من مجلة فارس كنوز الفراعنة الذهبية، هو تقريبا يعني انا ما اعرف ان هو هو انا دلوقتي مش عارفة يعني ايه، بس هو ليه زي مخطوفة كده يعني، الارقام مش متعاملة يعني 1 2 3 4 5 6 7 زي مخطوفة كده. هو ممكن اللي يكون يعني في بالي ايوه هو ده بقى اللي كان في بالي هو ده يعني. هنا مثلا السبعة تقريبا بتقطع اللي هي اللي دي، فبعد كده بقى مثلا هنا سبعة يعني السبعة المخطوفة دي هترجع يعني وتكون دوايا عادية. 8 9 10 11 12 كده، معرفش هو ليه يعني في 19 وفي 10 عاملين كده، كمان في 33. هنشوف بقى دلوقتي ازاي هتتلعب كده، استنوا كده شوية احاول كده. بصوا يا جماعة دلوقتي مكتوب هنا طريقة اللعب، حلو حلو يعني ان هم عارفين ان في بعض الناس زي كده مش هيعرفوا ازاي هي تتلعب ماشي. نشوف بقى دلوقتي طريقة اللعب، وانت في البيت استمتع بمعرفة تاريخ اجدادنا القدماء وقراءة كل شيء عن حضارتهم العريقة، وفي نفس الوقت العب هذه اللعبة الشيقة مع اخواتك باستخدام زهرة اللعب او زهرة وازرار ملونة او مكعبات صغيرة، يعني ممكن مكعبات او ازرار
وكده وظهر طبعا. واذهب في رحلة عبر التاريخ، ولكن احذر الجرعان. معلش استنى بس عشان انه كده زي ضارب في المجلة. واذهب في رحلة عبر التاريخ، ولكن احذر الجوعان. هو تقريبا الجوعان ده الجعران اللي هو الخنفسة دي. التميمة التي قدسها قدماء المصريون، فهي ستعيدك إلى نقطة البداية إذا وقفت عندها أثناء اللعب، واستكمل اللعبة حتى تصل إلى كنوز الفرن الذهبية. دلوقتي أنا فهمت إزاي بتتلعب. أول حاجة هو المفروض إن احنا كده بس كده، فنشيل دي، بس أنا يعني مش حابة إن احنا نشيلها، بس ماشي استنوا كده نشيلها ونرجع لكم. ماشي دلوقتي بقى نشيلتها، و طبعا هي كده صعبان عليا قوي. ماشي فدلوقتي بقى هي دي اللعبة يعني. ماشي زي مثلا بنجيب ظهر، انا طبعا عندي ايه، بس انا مكنتش عاملة حسابي يعني. فدلوقتي بيقولي البداية ماشي ماشي ماشي. لو مثلا وقفت عن 6 هنرجع لنقطة البداية، يعني هتبقى دي هي البداية يعني، بس ما عادش يجي ويقف عند 1، لأ يبقى كده عند خط البداية ده. ماشي فدلوقتي مثلا وفي 33، ولو حد كان واصل عند 33 يا جماعة ويرجع يرجع 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 هيحس ان هو لأ يعني، يعني هيزعل يعني، بس مش مهم هي دي اللعبة. ويعني ماشي فدلوقتي بقى بس هي دي، بس في بقى هما كده بيكتبوا كده حاجة ورا، يلا بينا نقراها. بيقول مسابقة هداية ماما، زي هما عاملين مسابقة فتقريبا في الصفحة بتاعتهم. فماشي كده فبيقول ان هما يعني اللي هيكسبوا، هو اول حاجة تقدم لك مجلة فارس مسابقة هداية ماما، اجب على الاسئلة وارسلها لنا مع اسمك وصوتك وعنوانك ورقم موبايلك بالبريد على عنوان مجلة فارس مؤسسة اخبار اليوم 6 شارع الصحافة القاهرة. وكمان بيقول مع كابون المسابقة اللي هو ده، بصوا اهو هتلاقوه كده في اخر الصفحة كده. ماشي هو تقريبا يعني ملهوش كده يعني، الحتة اللي ورا ما فيهاش كلام فحلو يعني. وكمان بقى بيقول مع كابون المسابقة وسننشر أسماء الفائزين في عدد أول مارس، يعني هما برضو كل شهر بينزلوا مجلة، أو اللي هي المجلة بتاعتهم. فدي مجلة فبراير، فمجلة بقى مارس يعني هيحطوا أسماء الفائزين، وكمان هيرسل جوائز قيمة على عناوين الفائزين، أو يتم استلامها من مقر المجلة خلال شهر مارس لتقدمها لماما في عيد الأم، والتقطوا معها أجمل صور سننشرها لكم في عيد أبريل، وآخر موعد لتلقى الإجابة يوم 15 فبراير. ماشي أهو، هو تقريبا هم ما عندهمش صفحة على الفيس زي ما انا كنت يعني متوقعة، بس هم عندهم مكان اللي هو المصنع بتاعهم او الشركة بتاعتهم، ف
فبيقولوا يعني ان انتوا هتوصلوا انتوا الاجوبه في ورقه معاكم صورتكم وعنوانكم ماشي فكده. وبيقول لكم اسئله المسابقه: من هو صاحب فكره الاحتفال بعيد الام في مصر؟ في اي عام تم الاحتفال بعيد الام لاول مره في مصر؟ من هي رمز الأمومة عند المصريين القدماء؟ من التي لقبت بأم المصريين؟ اذكر ثلاث أسماء لأشهر من قد من دو في السينما المصرية، يعني ثلاث أسماء مثلا لأي ممثلة قدموا دور الأم في السينما المصرية. بس دي بقى أسئلة المسابقة، فممكن حد برضو لو من المتابعين بتوعي كمان بقى يروح كده ويعمل يشترك في المسابقة. ماشي، فهي دي اللعبة بتاعتهم ودي المسابقة بتاعتهم. وكمان في المجلة بتاعتهم، تعالوا كده نشوف المجلة بتاعتهم، لان احنا ما قلناش اي حاجة عن المجلة. احنا كنا بنقول عن القصة، لا كنا بنقول عن اللعبة او الهدية. في دي هي زي انجازاتنا في مجلتنا وتعمل كده حاجات كتير، فهي دايما تبقى في اول كده المجلة، بيبقى ليها كده صفحة في الاول هي بتعمل يعني. ماشي، فدلوقتي بقى بيقول تقريبا هو كل موضوع بيبقى ليه. ماشي، هو يعني تقريبا النهارده يعني المحتوى بتاع المجلة عن الفراعنة، لان هو كان بيقول اعرف كل حاجة عن الفراعنة ومش عارفة ايه وكده، تقريبا من المجلة يعني. وكمان بقى في اخرها كده بيقول معلومات مسلحة كذا كذا كذا، والمعلومات نظيفة وكده. بيبقى كده في بعض اللي تحت اللي هو مثلا اي يعني اي ورقة بيبقى تحتها كده زي معلومة صغيرة تقدروا ان انتوا تقروها يعني. ماشي، فهي دي بقى القصة، هي طبعا طويلة جدا. ماشي، فهو دي زي كده سكر بنات وشقاوة الولاد، هو زي كده عندهم حاجة كده، فهو زي حد كده يعني بيوصلهم حاجات. فهو يعني حلو كده بتبقى حاجات كده. وكمان دي معاهم بس لا مش هي، بيقول أمراض جلدية لكن شتوية، قش الشعر بحدد سلامة عينك. ماشي، وهنا بقى في قصة اسمها زئبدة وزئبد. ماشي، في بقى زي اللي هو التسالي، بس هي بقى جوه المجلة مش في كتاب لوحديها زي على ايدي جوه، يعني مثلا السودوكو ده انا عمي ما بعرف احله اصلا فكده يعني. ودي بقى الاسئلة، مكتوب تسالي فارس زي تسالي على ايدي، يعني بتسالي كده بحاجات. ماشي، ودلوقتي بقى في سندس و با الباشا مهندس تقريبا. ماشي، وجب اول طريق الى رمضان، يعني بيقول ان احنا يعني داخلين على رجب، فضل شهر رجب دوس الاسواء والمعراج وحاجات كده كتيره. وهنا بقى في اللي هو رسومات وكده. القائد الحقيقي في ده هو كده، وانا بقى دي رسوم الناس وبيكتبوا اسميهم. ده بيقول عيد ميلاد سعيد، يعني هم دول عيد ميلادهم يعني بس. وحكاية امل شكل العروسة دي حلوة يعني، من العروسة بتاعت الصغيرة. ماشي، وبس. وانا بقى في الاخر بيبقى كده زي في حاجة كده اسمه ايه ده، قصة بالانجليزي، قصيرة كده بالانجليزي. ماشي، وكمان في هنا برضو
زي ما انتوا عارفين اللي هي المعلومة في أي قصة، يعني تحت أي قصة ممكن تلاقوا، أما ممكن تحت أي مثلا ورقة ممكن ما تلاقوش، بس هو تحت أي قصة بتلاقوها. مثلا أهو دي قصة وجواها معلومة مفترسة ومعلومة بعجل، معلومات سريعة، معلومات تاريخية، ماشي وكده يعني. فبصراحة المجلات دي أنا بحبها جدا جدا جدا، وبنصحكم إن انتوا تشتروها. طبعا قطر الندى ب3 جنيه، وعلاء الدين ب8 جنيه، هما كانوا ب5 جنيه بس غلوها وبقت ب8 جنيه، وكمان فايز ب5 جنيه. فهو ده يعني الفيديو اللي أنا كنت عايزة أوريكم فيه بس، ويلا مع السلامة.